يجب أن نحل هذا الموضوع من خلال تشريع، وأنا قدمت اقتراح بقانون عدلت على قانون من باع بيته أنه نعطيهم قسائم حكومية، بما أن الوزيرة ما التزمت ما هي قادرة توفر بيوت حكومية، إنما القسائم الحكومية متوفرة حالياً للأخ رئيس، فبالتالي تم التعديل من خلال القانون. أرجو من الأخوان أعضاء السمة أن نوافق على هذا التعديل بحيث نصرف قسائم حكومية لكل مواطن، و70 ألف دينار طبعاً للمشمولين بهذا القانون.